بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. أنا اسمي محمود، بعاني من مس عاشق بقالي 10 سنين. لفيت على كل الشيوخ، محدش الشيوخ عجزوا إن هم يعالجوني، في يكونوا سبب في علاجي من هذا المس. وبكلم الشيخ عمرو الليثي ما بيردش عليا، فقعدت افكر ازاي اريح نفسي من كتر الكوابيس، وان انا بتجيلي افكار كلها غلط، ان انا مثلا ادنس المصحف والحاجات ديت، وورقة الكلاب، والم الظهر، وكل اعراض المس. فلما فكرت وصلت لحاجة في ان انا ايه، بدل ما اسمع كلام الشيطان اللي جوايا، ده نوع من المسك، ويعني ايه ممكن يكون من افضل العطور. بجيب المصحف زي ما انا حضراتكم شايفين كده، وبقول ايه، ببتدي اقول التسابيح: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، اللهم سبحانك اني كنت من الظالمين فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أستغفرك يا الله وأتوب إليك، أستغفرك يا الله وأتوب إليك، أستغفرك يا الله وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. الحركة دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتربط الشيطان اللي جوايا، وبتخلي الملايكة جنبي مني لحد ما اقوم بإذن الله تعالى تاني يوم الصبح. وان شاء الله بإذن الله في الدرس الجاي هشرح لكم اعراض المس وانواع السحر. وشكرا.